في ناس بيتضايقوا من نجاح الآخرين طبعاً. وفي ناس هلأ كترانين كتير لما يشوفوا ناس حواليهم ناجحين لكتير أسباب. نجاح الأشخاص المحيطين فينا سواء كانوا قراب أو حتى بعاد، أصدقاء، أقارب أو حتى معارف ما بنعرفهم كتير على الدائرة الضيقة، ممكن يكون عم ينعكس بالسلب وممكن يكون بالإيجاب على شخصيتنا أو شخصية أي حدا بيتضايق. يعني فينا نعتبر هالمواقف من الأمور يلي بيصعب التعامل معها من قبل البعض وبتحكمها مجموعة من المعايير العديدة. صحيح، والكتار أكيد ورد لما بيشوفوا أشخاص آخرين ناجحين بصير عندهم شعور الغيرة الكبيرة، بدل ما يكون هذا النجاح سبب للتحفيز والإنجاز والاستمرار. ضيفتنا بنان بيبروس مدربة تنمية البشرية الذاتية صارت معنا نتوسع بهذا الموضوع ونحكي بكل التفاصيل. يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيكي. ما بعرف إذا لفظت بيبرس، أنا ظاهر بيبرس، ظاهر بيبرس. شكرا، أهلا وسهلا فيكي، ما تواخذيني. أهلا وسهلا فيكي. أكيد يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي مرة تانية. يعني فعلا في ناس بحسوا بركان ثائر جواتهم بمجرد يشوفوا حدا غيرهم ناجح. صح، ليه؟ ليه؟ سؤال كتير كبير، بس كتير كبير، بس إنه عن جد ليش؟ طيب أول شيء صباح الخير، صباح الخير لكم ولكل مين عم يتابعنا. الفكرة بالشخصية، يعني أول شيء خلينا نرجع خطوة ونقول شو هي الغيرة. هي شعور فطري طبيعي، تمام؟ لكن هيدي الغيرة لما بتصير غيرة زائدة احنا بنسميها الغيرة المرضية، إلها أسباب كتيرة. فبتتحول إما بتصير في أنواع للغيرة، أول نوعين هن أنواع سلبيين، النوع الثالث هو إيجابي. فالنوع السلبي، النوعين السلبيين خليني أقول هو الغيرة المرضية، هو الغيرة اللي بتجي إما بتولد عندي اكتئاب، فأنه أنا ليش مو مثله، أنا ما بقدر. هذا الشيء ناتج عن ضعف وخلل بالشخصية اللي الثقة خلينا نقول. النوع الثاني بدي يصير هبة أو حبة من معنويات الناجح اللي هي كنت عم تحكي فيها هلأ، إفراغ النجاح من مضمونه أو تمام. تقليل من شأنه أو تقليل من أو شأنه أو تكسير رتب، تمام، إنه الله أعلم كيف جاب هيك، الله أعلم كيف أخذ هاي المنصب، أكيد عمل، أكيد ساوى. دائما لحتى شو يشبع هو عنده النقص الداخلي اللي جواه، فبينقل اللوم على الطرف الآخر. هاي من كتير الشيء الشائع حاليا للأسف بالغيرة. يعني هاي الغيرة الأولانية تبع أنا ما بقدر، أنا هيك، هاي كتير قليلة. الغيرة العدائية خلينا نسميها وكما من إلا هي الغيرة الشائعة حاليا. ليش بيصير هيك؟ في كتير عوامل، أهمها أنه الإنسان بيكون ضعيف الشخصية. سبب تاني أنه هو شوي كسول، ما بده يشتغل، فبيحس أنه هو دائماً نجاح الآخرين يعني فشله. من الأسهل أنه نزل الناجح لعندي على أنه أنا أبذل جهود لأسب أو أطلع لفوق. أنت متخيل شو يعني كلمة ناجح؟ أنت قديش هو تعب وقديش بده إصرار وتحدي. كلمة نجاح يعني التطور الدائم، يعني الإصرار على هدف الدائم، فيعني المثابرة، يعني الاستمرارية. فالشخص اللي بيكون عنده إلا ثقة بنفسه، إلا ثقة بقدراته، بإمكانياته، بمهاراته، بالشيء اللي ربنا عطايا، هذا الشيء بيولد عنده شو؟ بيولد عنده لا استنى دقيقة، أنا ما بقدر أوصل لعندك فبنزلك لعندي. تماما، هذا الشيء اللي بيصير بالغيرة واللي بيخلينا أنه دائما نلقي اللوم عليه. هو كيف حدا ساعده؟ يعني نحن دائما بنسمع محظوظ، إيه نحن دائما نسمع أنتم مين ساعدكم؟ حدا ساعدنا، نحن ساعدنا أنفسنا. أوكي في عوامل بتساعد للنجاح هذا أكيد، بس الإصرار من الداخل. صح، ونحن وياكي اتفقنا على نقطة مهمة، إنه هذا الشخص أكيد بيعاني من نقص داخلي لحتى عم يفرغ هذا النقص بالأشخاص المحيطين والموجودين فيه ليبرز نفسه ويحاول يساوي حاله بالأشخاص الناجحين يلي هنن حواليه. كيف نحن ممكن نخلي نجاح الأشخاص اللي حوالينا يكون تأثيره إيجابي؟ يعني أنا بدل ما غار يكون تحفيز إيه لحتى أنا وازي بهذا النجاح، أو إذا ما قدرت أنا وازي ولكن يعني أقدر وصل لإنجاز عظيم أو شيء بسيط من الشيء اللي محققه الشخص الثاني. تمام، هذا النوع الثالث بقى اللي قلنا الغيرة الإيجابية، يلي هي الغيرة بتصير تحفيز ودافع لإلي، أنه أوكي ما استطاع أن يقوم به غيري أستطيع أنا أيضا أن أقوم به، بشرط تتوفر إلي الإمكانيات والقدرات والدافع، الرغبة الذاتية. تمام، يعني أنا يكون عندي شوية وعي أعلى، بينما أنا جره لعندي لا، أنا بحاول أطلع لعنده في حال أنا كان عندي نقص مثلا بأي إمكانيات. أنا كتير بيقولون أنه كيف بدنا نوصل لهي القصة؟ طيب في عندك واحد اثنين ثلاثة روح ساويهم، صعب، لا
هون بقى بتطلع بلش يدور على مبرره. تمام، بلش يدور على شيء هو ما عنده الحافز الداخلي ليوصل. احنا دائما قبل اي شيء بنسالهم انت ليش بدك هذا الهدف؟ كل هدف بده شيء قبله، محفز داخلي، انت ليش بدك اياه؟ كثير بنسمع ما بعرف هيك ماما بدها، هيك بابا بده. هلا اذا جاوب ما بعرف نص مصيبه، بس المصيبه الاكبر انه انت شو هدفك؟ ما بعرف. هون اللي ما بيعرف انا ليش عايش بالحياه، شو هدفي بعد سنه، وين بتشوف حالك بعد 5 سنين، وين بتشوف حالك. عملنا هالتيست مره مع مجموعه جروب او على طول بعمله انا، انه اكتب على ورقه 3 اهداف بدك تحققها على مدى 3 سنين. ما بعرف على 5 ما بعرف شرط ورد احنا نقدر نحققهم. هدف طموح يعني انا بسعى لحققه، بس مو شرط تماما، على الاقل على الاقل انا يكون عندي رؤيه. نحن دائما نقول لهم طيب هلا سؤالي، لما حدا قال لك انا ما بعرف، طب هذا كيف ما بده يغار غيره مرضيه من ناجح؟ بده يموت غيره. كيف ما بده يغار؟ ليش ما بنقول انه الخبرات والامكانيات هي متفاوته بين البشر وبين الاشخاص؟ ورد ممكن ذكي جدا، انا مجتهده لحتى انا اوصل للتحصيل العلمي، ممكن ورد انه يسمع يقرا يحفظ، انا بدي جهد بدي متابعه. اكيد القدرات فينا نقول هي متفاوته بين الاشخاص، يعني انا لو حطيت الاهداف انا بدي اصير دكتوره، طيب انا ما امكانيات وقدراتي يكون دكتوره، بس ما في داعي احط اهداف مو صحيحه وغير قادره على اني انا اكون فيها او اوصل لها. صح، لهيك قلنا من البدايه ما استطاع غيري ان يفعله استطيع انا بشرط، حطيت لك شرط تكون عندي القدره الامكانيه المهاره والظروف الخارجيه مشابهه او مثيله للشخص الناجح. اوكي، لاقدر انا اعمل من هذا النموذج يعني نمذجه من هذا الشخص الناجح كون انا طيب. مثله ناجح. هلا اذا فتنا بغيره الحمايه من الكنه وغيره السلايف وغيره النسوان من بعضهم وغيره حتى الشباب من بعضهم، مشكله. فخلونا نروح للشارع السوري قبل ما نكمل حديثنا اللي سالناه كيف تتعامل مع نجاح الاخرين، وكانت الاجوبه مختلفه الاراء. خلونا نتابع سوا ونرجع لنكفي. هو موقفك من نجاح الآخرين؟ بالعكس، يعني بحب الخير لغيري، يكون واحد يعني هو ينجح ويحب الثاني ينجح. أكيد بحاول كون نفسهم أو طور من حالي مشان صير مثلهم. بنبسط بساعد لهم إذا نجحوا. بتمنى النجاح للكل، يعني بحب النجاح للكل، وبيشجعنا نحن على النجاح أكثر. يعني غالبا يفترض، يعني إلا إذا كان ممكن الشخص ما كثير بحبه، فممكن هيك احس بشعور غريب اذا هو نجح وانا لا، اذا ما كان بيستحق نجاحه. بنبسط كثير اذا انسان بيستاهل، بنبسط كثير بفرح له، يعني بنبسط لهم بالعكس، يعني يكونوا قدوه لنا، بنبسط لهم بالعكس وبحاول بتعلم منهم. يعني بنبسط له لانه هذا الشيء بعتبره انجاز انا، لانه هي بدل رفيقتي ونحن، يعني اي حدا بيعمل نجاح بحياته فهذا الشيء كثير حلو، لانه انا مريت بتجارب وقعت فيها ونجحت بغير شيء، وعجبتني التجربة، وبتمنى الخير للجميع والنجاح للجميع. أنا يمكن لأنه ناجح فما كتير أنا ناجح الحمد لله بحياتي. بنبسط لهم، ليش ما بنبسط لهم؟ يعني ما بيولد عندك شيء؟ إيه بيولد حافز إنه يصير مثلهم. بكون شعور فرح كتير، بفرح لهم لما يكون، لأنه هذا الشيء إنجاز حلو، لما واحد بيفرح بينجح بعمله نفرح له. مثل ما شفنا أغلب الناس ضمن الشارع السوري عم يكون كلامهم إيجابي، يعني ممكن أنا أتحفز لصير مثلهم، أنا ما عندي هاي الغيرة. يعني هلأ نحن ما ننكر أنه أغلبنا بيشعر بالغيرة، بس إذا كانت غيرة إيجابية لحتى أنا أصير أحسن فهذا شيء منيح، بس إذا كانت هاي الغيرة لحتى أنا أحصد واتضايق من النجاح اللي هو فيه واقعد فكر وجهز حيل لحتى انا كسر من مقاديف ورد وخليه يرجع 100 سنه لورا، مع انه قدم 1000 سنه لورا. فانا هلا اليوم لازم جهز حالي اشتغل بورد منيح، جهز شوي. في ناس بيعملوا هيك، في ناس بيعملوا هيك، في ناس بكسروا الناس الثانيين. طيب كيف بدي احول هاي الغيره لغبطه؟ يعني غبطه انه انا اتمنى دوام النعمه عليك وفرحان بنجاحك، بس انا بقى بلش الموتيفيشن جواتي. تمام، هي الغيره الايجابيه هي الغبطه نفسها،
يعني هدينك هي الغيرة المرضية خلينا نقول اللي هي بتجي من الإيجو الضعيف. الإنسان المغرور، الإنسان الحاقد هو إنسان ضعيف بالنهاية، ضعيف الشخصية، ضعيف الإمكانيات، وما بده يشتغل على حاله، ما بده يقوم بأي. طب معلق قاطعك لو سمحتي لي بنقطة، في ناس ناجحة وعندها مصاري وشغيلة حرام يعني بتشتغل من الصبح لآخر الليل وعندها مكونات الثقافة ومكونات الإنسان الناجح وما بتتمنى يكون حدا يوازيها بالنجاح. ما بعرف شو التفسير، أنا لاحظت كتير نماذج هيك خاصة بالآونة الأخيرة. يعني إذا أنت 9 فأنا لازم أكون 9.5 أو 10، لازم أكون أعلى منك ولو بخطوة. تمام، هذا الشيء يلي هو الغطة الإكستريم تبع الغطة، يعني هو بس أنا الناجح، بس أنا لازم. لكن إذا بدنا نشوفه إله، هو عم يعمل كل شيء عليه، هو إنسان مجتهد، هو إنسان مثل ما قلت مثقف وواعي، لكن عنده هذا المبدأ أنه أنا وفقط. هذا شيء تاني، هو ما عم بيقرب على الآخرين، ما عم يحقد، ما عم يحسد، وهو قاعد بمكانه. هو عم يشتغل بس عم يتضايق لما عم يشوف حدا. هذا الشيء بينه وبين نفسه هذا الشيء بينه وبين ذاته، هو ما اكتمل وعيه بهيدي النقطة أنه مثل ما أنا نجحت وأنا عم بشتغل، غيري كمان عم يشتغل فلازم ينجح. دائما عنده الدافع لنجاح الآخرين، هو دافع لإله، عنده السباق مع الزمن. هاي الشخصيات بتكون إنه أحيانا كتير بقول منه والله بس أنتوا هدوا شوي، أنا بدي أسبقكم يعني بخطوة، بس أنتوا هدوا شوي. فهو من هذا المبدأ بيكون عنده يا الشعور بالحسد، الشعور بالغيرة، أو خلينا نقول بالحقد باسمه الكبير، للأسف ما بضر الشخص الناجح، بضر الشخص الثاني. الناجح مكمل أساسا، الناجح منه شايف، يعني منه شايف مين عم يحسده ومين هيك، لأنه كتار هنن بيكونوا حواليه. فهو إن أنا أو غيري واحد من هالناس مو مشكلة، لكن هاي المشاعر إذا بدنا نحكي على منظومات الجسم الثلاثة، هاي المشاعر قاتلة لطاقة الإنسان، قاتلة لشخصه. في بيجينا حالات مرضية هي سبب غيرة، يعني في أمراض كاملة، يعني مثلاً أحياناً الصداع الدائم، أحياناً آلام البطن على كتر العقل، طفح الجلدي، الحساسية، النحف، يعني إنه مثلاً بيجي إنه بناكل ناكل بس ما بنسمع، طب بطل غيرة، لأنه على كتر ما بنفكر، تمام، على قد ما بنفكر الحرق والاستقلاب عالي وسريع. للأسف ما بنفكر كيف نطور ذاتنا، بنفكر ليش صار وأكيد وبنروح لهند. أسهل لأنه هيك تماماً. بناء الذات دائما بده قوة داخلية، انه انا هدم غيري. تهديم جدا سهل، يعني اي شيء انت بدك تهدمه بس تعمل له هيك بتهدم، لكن البناء مرة تانية صعب. اصعب انواع البناء هو بناء الذات مع الاشخاص يلي عندهم شخصية ضعيفة. تماما، واكيد هذا الموضوع كتير شائق متشعب، بيحتاج لوقت لكتير لحتى نساعد هدول الاشخاص. ختاما ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات يلي قدمتيها، ولازم دائما وقت نشوف الاشخاص الناجحين نطلب من الله يطعمنا يلي طعمهم لحتى فعلا نحصل عليه بكل حب وثقة، وكمان نتمنى الخير للشخص المقابل. شكرا كتير لك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، شكرا. اهلا وسهلا فيكي، لنا لقاءات اكيد الاسبوع القادم. أهلا.